أجزاء رئيسية سنتحدث على تحديد العميل المثالي، وهذا بشكل مرة رئيسي. يعني كثير من البزنس قاعد يشوفها تفشل بسبب هذه الخطوة اللي تعتبر ألف باء التسويق. تحديد الجغرافيا الصحيحة للبيع، كيف تصل العميل المثالي بأقل تكلفة، كيف تحدد ميزة التنافسية بدقة، واستراتيجيات قيادة السوق. لازم نعرف أنه أبحاث السوق راح نستخدمها في كل مرحلة من مراحل التسويق. خلصنا الآن المنتج أو الخدمة، كيف نختار المنتج أو الخدمة، كيف نعرف أن هل فعلا هذه الخدمة أو المنتج جذاب ومغري، وكل هذه التفاصيل. الآن راح ننتقل إلى أمر آخر اللي هو الأسواق المستهدفة بما فيها العميل، الجغرافيا. الآن وين إحنا؟ خلصنا هذه المرحلة، شطبناها. الآن نحن في الأسواق المستهدفة، وأيضا الميزة التنافسية. طيب الآن نأخذ نتفق على هذه الأشياء. أننا سنمر بهذه الخطوات، سنقوم بتحديد شرائح العملاء، هذه أول خطوة. نقوم بتحديد شرائح العملاء المثاليين. رقم 2، ما هي الجغرافيا التي يتواجد بها العملاء المثاليين؟ دائما كل مشروع سيكون لديك عدة فئات، عدة شرائح. كل شريحة في الغالب راح يجيها وسيلة مختلفة عن الأخرى للوصول إليها. هذه الشريحة بتزور مواقع مختلفة، فلازم أعرفها وين هي بالضبط. هذه تزور معارض مختلفة، تزور المول الفلاني، عرفتم؟ تزور المواقع المختلفة. وبالتالي أنا بعدين لما نتعلم اليوتيوب والجوجل، بالذات اليوتيوب والجوجل، يقدر يستهدف لك حسب الموقع. قل له جيب لي اللي الناس اللي بتزور سلا.com، راح يعطيك اياهم. خذ الاعلان تبعي هذا في الجوجل ديسبلاي، اعطي هذا الموقع هذا الاعلان اللي قاعد يزور الموقع الفلاني، اعطي هذا اليوتيوب الفيديو اللي قاعد يزور الموقع. مره مهم هذه المساله، راح تمشي معنا في كل في المحتوى، صناعه المحتوى. لما احنا ناخذ دراسه المنافسين، كيف نجمع معلومات المنافسين، وهنحتاجها الان لدراسه المنافسين وكيف نتميز عنهم، وراح نحتاجها ايضا بعدين كيف نصنع المحتوى الاعلاني عشان نبين ما هي المزايا وما هي عيوب المنافسين بطريقه غير مباشره. اذا مره اخرى نقوم بتحديد شرائح العملاء المثاليين. الان انا في مشاريعي لو قلت لي كل مشروع ممكن اعطيك سبعه عملاء او شرائح، راح اقسم السوق الى شرائح عملاء مثاليين. ما هي الجغرافيا اللي يتواجد بها العملاء المثاليين؟ ما هي النسبة؟ يعني الآن جغرافيا، إذا كان راح نأخذ الآن التطبيق العملي، إذا كان دول راح نأخذها دول، إذا كان لا راح أخذ فقط دولة واحدة الإمارات، إذا راح أقسم الإمارات كمدن كمحافظات مثلا، وبعدين راح أشوف كم نسبة كل شريحة في الجغرافيا في كل جغرافيا، بعدين نختار الأولوية من الجغرافيا. خاصة هذه خاصة بالذات اللي راح يفتحوا محل، اللي راح يفتح محل راح تختار الأولوية من الجغرافيا. أيضا اللي راح يتعامل مع بعض المنصات، في منصات، وهذا ناخذ لاحقا في التسويق الإلكتروني، في منصات ذكية، هي ذكية المنصة. يعني ما في داعي انك تختار هذه الحملة تروح الرياض، ما في داعي، خليها على السعودية كلها. هو بنفسه فيسبوك أو إنستغرام مثلاً راح بالسي بي أو استراتيجية راح يودي الإعلان تبعك للفئة المتركزة. إذا فئة متركزة في جدة راح تشوف أغلب الناس اللي تزور موقعك اللي راح تشتري منك في جدة. إذا والله منتجاتك متعلقة بالبحر والشاليه وهذه الأشياء مثلاً، في منصات لا غبية شوية، أو بدك تحدد بالضبط إنه لا هاي الحملة لازم تروح للمكان الفلاني لأن الشريحة المستهدفة موجودة في الجغرافيا الفلانية. هذه حناخذها بعدين. أيضا اللي راح يفتح محل لازم تختار جغرافيا، بدك تختار مدينة فقط واحدة، ممكن بعدين راح تعمل دراسة تفاضل بين الأحياء، في أحياء غالية، في أحياء متوسطة وفيها عملاء المثاليين، في أحياء موجود العمل المثالي بس
الإيجار مرة غالي مثلا، هذه أمم راح تختاروها بعدين، راح نختار الأولوية من الجغرافية. لما عميل يشتري منك بمتجر إلكتروني وبعدين لما يشتري تقول له تفضل هذه خصم لما تشتري مرة ثانية. كثير محلات على أرض الواقع تسوي، خمن نخلص نشتري، موجود في الصين كثير، يقول تفضل هاي قسمة 100 رمبي لما ترجع تشتري مرة ثانية راح نخصم لك 100 رمبي، بس بيكون عندك شرط إنك تشتري أكثر من 50 مثلا، أو أحيانا يعطيك 100 رمبي تعال اشتري منها راح تنتهي بالتاريخ الفلاني. بس عشان أقول لكم أغلب الأشياء اللي نعملها أونلاين نقدر نعملها أوفلاين. ليش ما قاعد تشوفوها؟ ما في فكر إداري، ما في فكر تسويقي، ما قاعد تشوفوها بشكل كبير يعني. طيب بعدين نختار الأولوية من الجغرافيا، بعدين نختار الأولوية من أدوات الوصول إلى العملاء مرة أخرى، سواء كانت أوفلاين أو أونلاين. ونصيحتي إذا عندك رأس مال بسيط راح تبدأ بقناة واحدة بعد ما تستشير وكذا. إذا عندك أكثر من عندك ميزانية تسويقية محترمة، أنا نصيحتي تبدأ تختار. الآن بعد شوية راح نحط كل أدوات، لازم تعمل عرض صيني كيف أوصل للعميل، راح تحط كل شيء، محل، المعرض، الفيسبوك، الانستغرام، مشاهير، حطها كلها. بعدين راح تختار الأولوية، ما هي الأولوية؟ أولوية الوصول إلى هذول العملاء بناء على وضعك، بناء على خبرتك، بناء على استراتيجية، بناء على قدرة الفريق، بناء على معايير كثيرة جدا. فنختار الأولوية من أدوات الوصول إلى العملاء. مرة أخرى سنقوم بتحديد الشرائح، عملاء المثاليين، ما هي الجغرافيا اللي يتواجد فيها العمال المثاليين؟ يتواجدوا ممكن في كل مكان، في كل مدينة في الإمارات. فلازم أنتقل اللي بعدها، وين هم أكثرهم؟ نسبة الأغلب وين راح؟ عشان ما ضيع الميزانية التسويقية، تضيع في مدينة العين ولا في مدينة الشارقة مثلا ولا لا، ما تضيع. وأيضا أفتح محل، بروح أفتح محل في مكان أصلا ما في ناس، بيفشل المشروع. احنا بنفتح محل عشان ترافيك، وضوها قاعدة لما افتح محل انا افتح عشان الناس بتمشي بتجري ترافيك، زي الفيسبوك، زي السناب، زي هل الترافيك ايضا واحد يكفي؟ ما يكفي، لازم هذا الترافيك له علاقة بمنتجات. ومع عملاء المثاليين نوعا ما اصفيهم، يدخل محل 100 يخرج 10 منهم يشتروا مثلا، هذا مكان مثالي. طيب إذا كم نسبة كل شريحة؟ نختار الأولوية من الجغرافيا، ما راح أختار إذا بالذات إذا راح أتعامل مع منصات غير ذكية، مو بضرورة غير فعالة على فكرة، غير ذكية لازم أقول لها لا هذه تروح فقط دبي، أو راح أفتح محل فعلي، أو راح أشارك في معارض إذا كنت بي تو بي. تمام، نختار الأولوية من الجغرافيا، وبعدين نفس الشيء نختار الأولوية من أدوات الوصول للعملاء، في ترابط بين هذه النقطتين. طيب نقوم بعمل شرائح. طيب كيف نعمل شرائح العملاء؟ مرة أخرى العملاء المثاليين يرغبون بمنتجك في الغالب، هما عدة فئات شرائح. حرام اللي عنده الآن مشروع وما يعرف عملاء المثاليين، أنا أكون زعلان منكم. بعد هذا الدرس مباشرة تروح تعمل عصف ذهني أنت وفريقك أو أنت وأهلك أو أنت اللي يعرفوا مشروعك، وتخرج لي 5 شرائح من الناس اللي يحتاجوا منتجك. نختار المعايير، اختيار المعايير اللي سوف تستعملها لعمل شرائح العملاء، هذه المعايير تختلف اهميتها من مشروع لاخر. الان اول شيء، وهذا خطا اللي حصل مع صاحبنا، لصاحبنا صاحب مشروع ما ادري ايش اسمه بالضبط، والله نسيت، صاحب اللي عنده مشروع كاميرات المراقبه، اول شيء نسويه مع انه ممكن على فكره ممكن جدا، ممكن عملائك يكونوا بي تو سي وبي تو بي، ممكن يكونوا مستهلكين عاديين وفي نفس الوقت تبيع جمله بي تو بي. طيب الان اذا لازم هو يسال نفسه او يعمل ما عنده مشكله يعني، يعمل عصف ذهني ما هي الشرائح العملاء المستهلك العادي، اذا بده يبيع لبيوت، اذا بده، بس هو يقول لي انه اغلب الناس اللي تشتري المنتجات تبعه هم الشركات. الافضل ايش يروح؟ ما ياخذ هذه المعايير. شوفوا الافضل ما ياخذ هذه المعايير، ياخذ اللي بعدها. اذا اول سؤال اسال نفسي
أنا بالدرجة الأولى راح أبيع أو العميل المثالي تبعي هو بي تو بي ولا بي تو سي؟ هذا أول سؤال، صح؟ الآن قاعد نساعدنا صاحب الكاميرات، صاحب هذا صاحب الكاميرات المراقبة قاعد نساعد الآن، الآن بعدين. فإذا أنت تشتغل بي تو بي هذه المعايير، إذا بي تو بي هذه المعايير. بي تو بي معناها أنا راح أبيع لمؤسسة، ليس شوفوا في شيء رئيسي بدي أتكلم عنه. بي تو بي ليس معناه، ليس بالضرورة معناه جملة. بي تو بي معناها إنه أنا راح أبيع لمؤسسة مش لشخص مش لفرد. ممكن يشتري منك كاميرا واحدة بس، بس هو مؤسسة. واضح في خلط عند الناس لما يقول بي تو بي معناها جملة، لأن مش بالضرورة. بي تو بي معناها مؤسسة، إنه مؤسسة أنا كصاحب مشروع بي بزنس تو بزنس إلى مؤسسة. واضح؟ ممكن مدرسة تشتري منك صبورة واحدة فقط لا غير، ما لها علاقة يعني، ما لها علاقة، لها علاقة كيف كيف أجد هذا المؤسسة، مش إنه راح أشتري جملة. طيب الجملة غير والبي تو بي غير. بزنس تو كونسيومر اللي هو بي تو سي معناها انت كصاحب مشروع الى العميل المستهلك النهائي. كان المفروض صاحبنا هذا اولا يسأل نفسه، انا راح عميل الاساسي هو بي تو سي ولا بي تو بي؟ هو في الحقيقة بي تو بي، هو بي تو بي، فالمفروض هذا هو التقسيم تبعه. تمام، راح نجي له. اذا اذا كان بي تو سي راح يمشي على العمر، راح نبدا بالعمر، الجنس مثلا، التقسيم الجغرافي، المهنه، المستوى التعليمي، نمط الحياه، مستوى الدخل، ما هي القيم الرئيسيه، اماكن التواجد. الان راح اقول لكم في اعماق المعايير، انا عارف يمكن حضرتوها من قبل في فيديو يوتيوب او اي مكان، لا راح ادخل في اعماق هذا الموضوع. ما هو اهم معيار؟ كلهم مهمين، بس أنصح دائما تبدأوا بمعيار رئيسي بما يناسب مشروعكم. طيب وبعدين تبدأ، راح تحط العمر، راح تحط الجنس، راح تحط. فمثلا أنا في واحد من مشاريعي في زمان، هذه عملتها زمان جدا، هذه من أهم معايير عندي هي المهنة، المهنة. والحمد لله يعني أنا الآن محقق نجاح مرة كبير الحمد لله بسبب هاي المسألة. كثير من الشركات في الصين ما تعرف هذه المسألة أو يجهلوها في البداية، فيخسروا أشياء مرة كبيرة. تشوفوا يعمل إعلانات كثيرة جدا عشان يجيب عملاء، يخسر فلوسه 10-20 ألف دولار إعلانات وما في نتيجة. نتكلم على الشركات اللي بتعمل بي تو بي، بينما أنا من البداية كنت عارف إنه أنا عندي شركة استيراد متخصصة في منتجات معينة، وعارف هو كنت عارف إن عميلي هو بي تو بي، مش موجود في الفيسبوك ولا في الانستغرام، مش موجود. موجودين وين بالضبط؟ موجودين في المعارض، موجودين في العلاقات. ولذلك يا جماعة لو الآن لو أنا مثلاً صالون حلاقة نسائي للنساء، أبدأ إيش على طول أقول أنا فئتي المستهدف أنثى، وبعدين راح أدخل في التفاصيل، سيدة أعمال، جامعة، مستوى التعليمي، ما هو نمط الحياة للفكرة تبعي، الفئة المستهدفة المثالية، الشريحة المثالية تبعي، مستوى الدخل، ما هي القيم، وين يتواجدوا هذول بالضبط، إيش المواقع اللي قاعد يزوروها عشان لو استهدفتهم، وين أماكنهم عشان لو فتحت محل معرض أو وهكذا. نفس الشيء في معايير تقسيم شرائح العملاء. طيب هذه بعض الأمثلة، إكسسوارات جوال آيفون نفس الشيء، الآن تقدر تستهدف. أنا إذا أبيع مستلزمات إكسسوارات وكفرات الآيفون مثلا، راح استهدف، هذا متاح في الفيسبوك في اليوتيوب في كل منصه،
انه فقط استهدف لي اللي عندهم اجهزه ايفون. طيب اداره مواقع التواصل الاجتماعي هذا بي تو بي، هذا بي تو بي. الاكثر شيء راح يفيدك هي العلاقات، الريفرال، انك تشارك في معارض، انك تزور الشركات، تصوير المواليد. من الفئه المستهدفه؟ نقدر نسمي 5-10 فئات. تصوير المواليد قد يكون الاب، قد يكون الام، لازم يكون متزوجه، لازم يكون متزوج، انجبوا اطفال. وهذه على فكره ممكن تستعملها ايضا في الاستهداف. تصميم ديكور صالون الحلاقة، تطبيق في مشروع جميل، تطبيق حجوزات صالون الحلاقة. مين الفئة المستهدفة تبعه؟ رجال الأعمال المشغولين، العمر كذا، الفئة كذا. هذه المعايير اللي حطيناها راح أفصل فيها الآن بعد شوي. منتج، مستلزمات، معدات التصوير وهكذا. طيب مستلزمات ومعدات التصوير نأخذه كنموذج تصوير. الآن مصادر مهمة لتجميع بيانات شخصية العميل: الملاحظة. أنت كملاحظة منك، كاهتمام، كخبرة، مش قلنا أنه أنا عندي شغف راح أبدأ أبني الخبرة، أتابع اليوتيوب، سناب، أتابع جوجل، أقرأ المقالات، أبدأ ألاحظ تحليلات الإحصائيات، الدراسات الموجودة في الانترنت، استشارة، روح استشير يا جماعة، روح احتكوا مع الناس طيبين يا جماعة، حتى أصحاب البزنس هو عارف أنك راح تنافس بعض الناس طيب، يعطيك المعلومات جد. هذه كنز، كنز قبل ما تبدأ مشروعك. استشارة اشتريها ما عندك مشكلة. أنا أشتري والله، اشتروا السيارات عشان تعرف هل المشروع مجدي ولا لا، هل فعلا فاهم عميلي ولا لا. كورة هذا موقع مشهور، استبيانات، متابعة منافسينك، الأخبار، حادثة تسويقية، مقابلات جماعية، استبيانات. هذه بعض المصادر المهمة لتجميع بيانات شخصية العميل. طيب مثال عملي: الشريحة 1، ما هي الفئة العمرية؟ ما هو الجنس؟ ما هو النشاط الوظيفي؟ التحصيل العلمي؟ متوسط الدخل؟ النشاط الشرائي؟ اللغة؟ الاهتمامات؟ الموقع الجغرافي، النشاط الرقمي، ما هي الموقع اللي قاعد يزورها، مين اللي يصنع القرارات، أي اعتبارات أخرى تعتقد أنها مناسبة للمشروع. طيب نأخذ نموذج عملي مثلا لمعدات التصوير مثلا. طيب الآن هذا مشروع من المشاريع يبيع معدات، بيع مستلزمات ومعدات التصوير. هذه بعض الفئات: الفئة العمرية، الجنس، النشاط الوظيفي، مصور، استوديو تصوير، تحصيل العلمي، متوسط الدخل، النشاط الشرائي متزامن مع الراتب، على مدار اللغة، الاهتمامات، الموقع الجغرافي، النشاط الرقمي. وين؟ شوف النشاط مرة مهم. بعض الشرائح يعني الآن احنا البي تو بي ممتاز، المعارضة، وايضا لينكدين مره ممتاز كبي تو بي. فمن شريحة الاخرى راح تختلف طريقة الوصول الى هذه الشريحة. اذا شوفوا يا جماعة، عملنا الان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ما شاء الله. والان لو استمر معاكم حنخرج الى 13 شريحة. وأنا متأكد كل بزنس يا جماعة فيه كثير من الشرائح، كل بزنس، لا تترك ولا شريحة. تمام، حطها كلهم هنا وبعدين اختار الأولوية اللي نعطيها أولوية. من شروطها طبعا بشكل عام في بعض المنتجات هي أصلا مصنوعة يسموها للشرائح الضيقة. تمام، خلوها على جنب، أنا أتكلم بشكل عام. شروط السوق الجيد، الشريحة الجيدة، هو توفر مجموعة كبيرة من العملاء المثاليين، في مجموعة كبيرة منهم، كبيرة جدا، توفر الحاجة الملحة، وأيضا عنده قدرة شرائية. في كثير في دول مهمة، الدول دخلناها في مجموعة كبيرة جدا في حاجة ملحة بس القدرة الشرائية ضعيفة. تبع راح تحرق فلوسك على الفاضي. فهذه هي شروط الشريحة المثالية باختصار.